أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تولى من أمتي من أحد إلا أعطي عقل 40 رجل من أعقلهم أو نحوه؟ يجيب المستند هذا، منين أخذ هذا الحديث؟ من أي كتاب؟ ومن خرجه؟ ومن نعم، هناك حديث مكذوبة كثيرة قد يروجها بعض الجهال أو يروجها أهل الضلال، يجب الحذر في مثل هذا. والعلماء والحفاظ رحمهم الله لم يقصروا في حراسة السنة وبيان الدخيل والموضوع، بل إنهم وضعوا سياجا منيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزلوا عنها كل دخيل وكل موضوع ومكذوب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.